أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم مع مستر محمد علي وفيديو جديد. طلاب الكرام، لأول مرة بتابعنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصل كل ما هو جديد. النهاردة معانا مع الفيديو رقم 6 ليا مستر في علم اجتماع. خلي بالك 6 ليا مستر عشان احنا أخدنا 4 فيديوهات في الوحدة الأولى، وأخدنا فيديو واحد في الوحدة الثانية اللي هو علاقة علم اجتماع بالعلوم الأخرى، وده الفيديو رقم 6 اللي هنتكلم فيه عن درس الثقافة. فخلي بالك كده بسرعة، احنا دخلنا في أيام الحسم زي ما بيقولوا، أيام الحصاد. احنا بنجمع متبقي ايه، نقول شهر، لا يعني شهر الا يوم يعني. وانت بتسمع الفيديو ده دلوقتي او انا بسجله يعني، مش انت بتسمعه، فركز معايا جدا جدا جدا. دخلنا في ظروف صعبه جدا، ربنا يعينكم ان شاء الله. التوتر ملوش داعي، انا عايز القلق المعتدل المتوسط، القلق المنجز اللي يخليك تذاكر ويخليك تحافظ على مستواك، القلق اللي يحسسك بالمسؤوليه، مش القلق اللي يخليك مرتبك ومتوتر والكلام ده، ولا عايز القلق المنخفض اللي يحسسك باللامبالاه وعدم المسؤوليه والكلام ده. عشان طول كتير يلا بينا كده نروح للملزمه ونشوف الدكتور هيعمل معانا ايه النهارده، او ملزمه الدكتور تعمل معانا ايه النهارده. ان شاء الله يكون كل خير، تقابل عند الملزمه ان شاء الله. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله. طلاب الكرام، مره تانية وجينا للملزمه ومعانا الدرس الثاني من الوحده الثانيه علم الاجتماع اللي بيتكلم عن الثقافه من منظور علم الاجتماع. يلا بينا كده يا شباب نشوف ايه حكايه الثقافه وايه تعريفها وايه مفهومها وايه اللي نفهمه عن الثقافه. بقول لك بص يا صديقي كده قبل ما نبدا في اي حاجه، الثقافه من منظور علم الاجتماع تركز على العلاقات الاجتماعيه، حلو جدا، التي يكتسبها الانسان او تكتسبها الفتاه او الولد من خلال المجتمع بتاعه. فخلي بالك دلوقتي كلمه يكتسبها ناخدها شويه كده، ان الثقافه دي مكتسبه. طب انا ايه اللي بكتسبه يعني؟ عادات وتقاليد، ممكن شكل اللبس وشكل اللغه وطبيعه الاكلات وطبيعه وسائل المواصلات، طبعا ده يعتبر ثقافه، يعتبر التراث بتاعك. طيب الثقافه دي عايزين نعرفها، عشان نعرفها هتتعب معانا شويه. ليه يا مستر؟ لان فيها كلام كتير جدا جدا. طب ينفع اختصره؟ ينفع تختصر وتقول عليه كل المعارف، كل العلوم، كل الفنون، كل المعلومات اللي الانسان بيعرفها هي دي الثقافه؟ لا يا مستر انت بتبالغ، يعني كل حاجه انا بعرفها اسمها ثقافه؟ اه، كل حاجه بتعرفها وبتستخدمها كمان اسمها ثقافه. تعال نشوف المفهوم ده كده. بيقول لك الثقافه هي ذلك الكل المركب والمعقد الذي يتضمن المعارف والمعتقدات والديانه والفنون والاداب والقوانين واللوائح والتشريعات وشكل المباني وشكل الملابس، كل ده اسمه ثقافه. ايوه، تعرف منظمه اليونسكو اكيد خدتها طبعا في الجغرافيا، يعني وقفت قدام الثقافه دي وقالت هعرفها ازاي؟ ممكن انا احطها تعريف مختصر جدا، قالت لك كل المعارف اللي يعرفها الانسان عن الطبيعه وعن حياته، اي حاجه يعرفها الانسان عن الكون اسمها ثقافه. فهناخد دلوقتي تعريف اليونسكو. اليونسكو بتقول لك هي جميع المعارف الانسانيه او معارف الانسان المتعلقه بالطبيعه والمجتمع او بذات الانسان نفسه. طيب في وجهات نظر كثيره للثقافه، في اكثر من رؤيه. انا عندي ثلاث رؤى للثقافه، يعني في ثلاث اتجاهات او ثلاث وجهات نظر بيشوفوا الثقافه كل واحد من وجهه نظره. تعال نشوف الاتجاه الاول. بيقول لي الثقافه كمعرفه، الثقافه هي المعرفه، هي الاطلاع، هي معرفه فنون الطعام والشراب والملابس والتقاليد والعادات والحكم واللغه. ده الفريق الاول او الرؤيه الاولى بتقول الثقافه كمعرفه، كويس. الفريق الثاني بيقول لا خلي بالك في اختلاف شويه، الثقافة كبناء من المفاهيم الأساسية، في مجموعة من المفاهيم الأساسية هي اللي بتمثل بناء الثقافة، مجموعة من المفاهيم، كويس. الفريق الثاني قال لي لا، ده البناء ده لازم يكون مترابط، أو المفاهيم دي لازم تكون مجموعة من المفاهيم المترابطة اللي بتكون لي فكرة عامة عن البلد دي أو عن الشخص ده، بيقول ثقافته غربية، ثقافته إنجليزية، ثقافته عربية، ثقافته شرقية وهكذا. يبقى أنا عندي ثلاث رؤى، فريق اول او رؤيه اولى قالت لي الثقافه معرفه، فريق تاني قال لي الثقافه مجموعه من المفاهيم، فريق تالت قال لي مجموعه من المفاهيم المترابطه اللي بتظهر في انشطه الحياه اليوميه. تعال ندخل بقى على الجد كده ونشوف موضوع خصائص الثقافه، ودي بيجي عليها نقاط عادي جدا، وهقول لك شكل السؤال يجي عليها ازاي. ايه حكايه خصائص الثقافه دي؟ اول خاصيه للثقافه انها انسانيه. ليه انسانيه؟ تخص الانسان يا مستر، بتحكي عن الانسان، معلومات الانسان، اكل الانسان، شرب الانسان، لبس الانسان، وسائل المواصلات بتاعته، وسائل التحضر بتاعته، وسائل المعيشه بتاعته، يبقى هي تخص الانسان وفقط. يبقى اول حاجه انسانيه، وتخلي بالك بقى من رقم 2 عشان دي مهمه جدا، اجتماعيه ومكتسبه. الثقافه يتم ممارستها داخل المجتمع واكتسابها من المجتمع. هو حد فينا اتولد عارف ثقافه بلده او مثقف يعني زي ما احنا بنقول؟ لا طبعا. يبقى الثقافه عمليه مكتسبه، والانسان بيكتسبها من داخل المجتمع. خلي بالك من الجزئيه دي، بيكتسبها من داخل
المجتمع. طيب رقم ثلاثة بيقول لي عملية متغيرة الثقافة كلغة وكموضة وملابس ووسائل مواصلات متغيرة. يعني ايه متغيرة؟ بتيجي فترة من الزمن وتتغير الثقافة دي، وتيجي عادات وتقاليد غير دي، تيجي شكل ملابس غير دي. يعني مثلا شكل أطفال المدارس زمان مثلا في نقول في عهد 1800 كده محمد علي والحاجات دي، هل شكل زي الملابس زي دلوقتي؟ لا، يبقى الثقافة متغيرة. خلي بالك بقى، في تغير سريع وفي تغير بطيء على حسب بقى. يبقى في مجتمعات منفتحة فتغير الثقافة بيكون سريع، في مجتمعات منغلقة فتغير بتاعها بيكون بطيء. طيب تعال نخش على الخاصية رقم أربعة من خصائص الثقافة. بيقول لي عملية متنوعة المضمون، وحط 20 خط هنا. يعني ايه متنوعة المضمون؟ هقول لك، مصر مثلا المجتمع المصري فيه ثقافة خاصة بيه، والمجتمع مثلا الفرنسي فيه ثقافة خاصة بيه، فالمضمون هنا مختلف عن المضمون هنا. يعني ايه؟ يعني مثلا من ثقافة المجتمع المصري ما ينفعش انك تشرب خمر في الشارع او في البيت عامة. يعني يبقى ثقافة المجتمع المصري هنا بيرفضوا شرب الخمر، ده مضمونها كده. المجتمع الفرنسي من الثقافة بتاعته ان هو ينفع يشربها عادي في مناسبات او في اماكن يعني مخصصة ليهم. يبقى انت كده بتتكلم عن المضمون متنوع ولا واحد؟ لا، متنوعة المضمون. يبقى اذا حط هنا قاعدة ثابتة، لما تلاقي في اختلاف ما بين مجتمعات في الثقافة قول ان هي متنوعة المضمون. تعال نتكلم على الخاصية الأخيرة، وتقول عملية بتحدد اسلوب الحياة. يعني ايه؟ انا اسلوبي وتصرفاتي ومعاملاتي مع الناس وشكل اللبس بتاعي بيكون تم تحديده من قبل الثقافة. ثقافة بلدي هي اللي حددت ان انا البس قميص وبنطلون. لو انا في مجتمع خليجي مثلا او في السعودية او الكويت او الامارات الحاجات دي، ثقافة بلدي كانت تحدد لي اسلوبي في الحياة، هاكل ازاي وهشرب ازاي وشكل لبسي هيكون عامل ازاي، صح ولا غلط؟ يبقى هنا الثقافة بتحدد اسلوب الحياة. يبقى انا كده خلصت خصائص الثقافة. ركز معايا في الجزئية اللي جاية دي، مهمة جدا جدا جدا. حاجة اسمها عناصر الثقافة. هي الثقافة دي بتتكون من ايه؟ الثقافة بتتكون من ثلاث عناصر. العنصر الأول اسمه عموميات. يعني ايه عموميات؟ حاجات في الثقافة مشترك فيها جميع أفراد الشعب أو فئة كبيرة جدا من أفراد الشعب. زي ايه يا مستر؟ زي اللغة، اللغة في أي مجتمع تعتبر عموميات. زي الديانة، حتى لو فئة معينة هي اللي بتدين بيها وفئة تانية ديانة مختلفة برضه اسمها عموميات. ليه؟ لأن فئة كبيرة جدا من عموم الشعب بتدين بيها أو بتمارسها. شكل المباني للبيوت، شكل الملابس، أدوات الطعام، يعني أكيد كلنا بناكل بأدوات الطعام مشابهة أو مقاربة لبعض، فدي اسمها عموميات. خلاص كده؟ العموميات دي دايما تلاقيها بتركز على الطابع العام، الانتماء، الشعور بالوحدة الوطنية، تمام؟ طيب تعالى نتكلم بقى حاجة اسمها الخصوصيات، واكتب بقى بورقة وقلم. أي مهنة تعتبر خصوصيات. يعني إيه؟ هاجي أكلمك عن الزي بتاع الشباب المصري، عموميات. طب هاجي أكلمك عن زي الأطباء بلطو الأبيض ده، دي خصوصيات خاصة بفئة معينة من الشعب. أكلمك عن لبس زي رجال المرور، برضه خصوصيات. يبقى تركز، أي مهنة بيبقى فيها خصوصيات، تمام؟ طيب تعالى ننتقل للعنصر الثالث واسمه متغيرات بديلة. إيه حكاية متغيرات بديلة دي؟ يعني في حاجات كل فترة كده في الثقافة بتتغير وتيجي بدلها حاجة تاني وحاجة تاني. المتغيرات البديلة دي في احتمالين، الاحتمال الأول إنها تختفي وما تستمرش معانا، زي أي موضة بتيجي مثلا الشباب بيعملها شوية وتختفي ما تكملش. الاحتمال التاني إن المتغير البديل ده يكمل معانا في المجتمع. كمل معانا في المجتمع أهو، قدامه احتمالين، يا إما يروح في العموميات وكل الشعب يمارسه، يا إما يروح في الخصوصيات وفئة معينة من الشعب تمارس الكلام ده. فانت اي شيء حديث ومتغير ومتطور هتختار متغيرات بديله. الثلاثه دول اسمهم ايه؟ عناصر الثقافه، عموميات، خصوصيات، متغيرات، مهمين جدا جدا، وانا اختصرتهم لك يعني في ابسط ما يكون. تعالى كده نروح لجزئيه تانيه. اتكلمنا عن حاجه اسمها اشكال الثقافه. في فرق ما بين مكونات او عناصر الثقافه وبين اشكال الثقافه. في اشكال الثقافه هما اتنين، شكل مادي وشكل غير مادي. ايه الشكل المادي ده؟ كل شيء ملموس حواليك اسمها ثقافة مادية، شكل المباني، وسائل المواصلات، أدوات الطعام، الملابس، كل شيء الأشياء الملموسة دي اسمها ثقافة مادية، ثقافة مادية. إيه بقى الثقافة الغير مادية؟ ببساطة كده الثقافة غير المادية عبارة عن أي شيء مجرد، أي شيء معنوي، زي إيه؟ العادات والتقاليد والسلوكيات والقوانين والقواعد والفكر، كل ده اسمه ثقافة غير مادية. هي دي اسمها اشكال الثقافه. على فكره سهله جدا جدا جدا. تعال نروح لاخر جزئيه في الدرس ده، بيكلمنا عن حاجه اسمها وظيفه الثقافه. ايه وظيفه الثقافه بقى يا مستر؟ هقول لك تعالى نشوف وظيفه الثقافه. الثقافه بتحدد ليك اسلوبك في الحياه، الثقافه تحدد ليك اسلوبك في الحياه. زي ما قلت لك من شويه، دلوقتي انا في مجتمع سعودي،
اسلوبه في الحياه هيبقى معروف، زي بتاعه هيبقى معروف، اللهجه بتاعته هتبقى معروفه، اسلوبه كله في الحياه وقواعده وعاداته وتقاليده هتكون معروفه. يبقى اول وظيفه للثقافه تحدد اسلوب الحياه ماديا ومعنويا يعني. طيب رقم 2، تعبر عن المجتمع اللي انت عايش فيه. يبقى الثقافه بترسم لك صوره عن المجتمع اللي انت عايش فيه، ده مجتمع منفتح، ده مجتمع منغلق، ده مجتمع اوروبي، ده مجتمع عربي، ده مجتمع اسلامي وهكذا. يبقى الثقافه بتحدد ملامح وهويه المجتمع اللي انت عايش فيه. طيب رقم 3 بيقول لي تتعدد وظائف الثقافه، ومنها 1، بتوفر للفرد احنا كافراد الاتجاهات. ايه الاتجاهات دي؟ اللي هي الميول. ما انا في مجتمع مثلا وليكن خليجي، فانا عرفت بقى الميول بتاعتي هتكون رايحه ازاي، زي المجتمع ما بيفرض عليا او زي ما الثقافه بتوفر لي، الصيد مثلا، الرحلات مثلا، الخروج بعربيه مثلا للواحات او الجبال والكلام ده. طب انا دلوقتي وليكن مثلا في مجتمع مثلا وليكن اوروبي مثلا، ومجتمع بقى فيه انواع التلج والكلام ده، خلاص اتجاهات وهوايات وميول هتروح في مكان معين اللي هو التزلق على الجليد ومش عارف الكلام ده. يبقى من وظائف الثقافه ان هي بتحدد ليك الايه؟ الاتجاهات بتاعتك والميول. لا ومش كمان بس كده، وبتحدد ليك كمان اشياء خاصه زي مثلا الضمير هيكون عامل ازاي؟ ايه اللي بيأثر على ضميرك من خلال مكونات الثقافه زي ما قلنا عليها، الماديه والغير ماديه. بتوفر ليك كمان الثقافه الشعور بالانتماء والولاء ازاي؟ لما تبص حواليك تلاقي في عموميات، كل الناس بتتكلم نفس اللغه بتاعتك، الزي متشابه، العادات والتقاليد متشابهه، هنا بتحس بالانتماء. يبقى احنا كده بنتكلم عن وظائف الثقافه. خلي بالك في ملحوظه مهمه جدا، بيقول لك العلاقه بين الفرد والثقافه هي علاقه عضويه. ليه؟ الثقافه من صنع الافراد، والثقافه بتظهر في سلوك الافراد، يبقى هما الاثنين تحس ان هما اعضاء كده داخلين ايه في بعض، او متداخلين او متشاركين. طلاب الكرام كده نكون خلصنا درس الثقافة. يلا كده بينا بعيد عن الملزمة ونشوف هنعمل ايه الخطوة اللي جاية ان شاء الله. اهلا بيكم طلاب الكرام، بعد ما خلصنا الدرس الثاني من الوحدة الثانية علم الاجتماع، اتمنى من ربنا عز وجل ان يكون التوفيق حليفي وحليفكم، وباذن الله تعالى من نجاح لنجاح. تحياتي لكم مستر محمد علي، وشير للفيديو قدر المستطاع. السلام عليكم ورحمة الله.